مشاهدينا الكرام، تنضم معنا من عمان الدكتورة هدى فالح الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. أهلا بك دكتورة هدى. بداية، البرلمان يصوت على موازنة 2019 بقيمة بلغت نحو 112 مليار دولار، ورغم ذلك يؤكد النواب أنها أسوأ موازنة بتاريخ العراق. ما هي المشكلة في الموازنة الحالية؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة كل مفرد موازنة اللي هي موازنة 2019 فيها كثير من الإرباك، فيها كثير من الحالات العدم التوازن في هذه الموازنة. نجد أن احنا سبق أن أشرنا أنه الاستثمارات جدا قليلة، النفقات التشغيلية جدا كثيرة، وهناك أيضا تساؤل. نعم. تستطيع الموازنه او التي وضعت الموازنه باستحداثها. لم يجد هنالك شيء واضح في هذا القضيه بالنسبه لعموم العراق. هنالك للحج الشعبي في وظيفه، نعم، وكذلك للحج العسائري، ولكن لم يذكر الرقم بشكل صحيح كم هو. هذا من جانب. من جانب اخر لدينا ملاحظات جدا مهمه بالنسبه الى حصه الاقليم كردستان. يعني نلاحظ ان هي النسبه نحوية 12.67%، ولكن في حقيقه الامر يتصل الى 19 او 20% من الموازنه هي الى كردستان. والسؤال هو كيف ذلك تحديدا دكتوره؟ وقد اعترض الاكراد على هذا الموضوع عندما خفضت من 17% الى 12%. نعم، صحيح، نعم، اتفق معك. هو كان الاول شيء قد الفاصل على الاساس من انه من فرق عن 17 الى 12، نعم صحيح. لكن الان اكو نقطه مهمه، هم تم احتساب رواتب واجور وكل مستحقاتهم الماليه والتشمرية والى اخره من ضمن رقم، هذا الرقم غير معلن في هذه اللي هي 12.67%. وبالتالي هذا يحمل الموازنه لانها تصل الى 19 او حتى 20%. هذا جانب. جانب اخر هو ان فقره في المعدل الان عند ظهور الفقره رقم 10 تشير الى ان كردستان يجب ان يقدم او يجب ان يعني عليه هو حق بس 250,000 دينار ان يعمل التصرف فيها. ولكن في حقيقه الامر يعني نلاحظ الارقام الجديده والحديثه لكردستان لبيعهم للنفط بحوالي 500,000 برميل يوميا. طيب، إذا سمحت لي حتى نتوسع بالفكرة أكثر، الأصوات المعترضة ترى أن الموازنة ستضاعف خسائر العراق الاقتصادية. كيف سيحدث هذا، وكيف للحكومة أن تعد لموازنة خاسرة؟ نعم صحيح، لأنه احنا عندنا جزء من راح من فقرة الجزء اللي راح هو 20%، يعني معناته ايضا اجل نفط هم ينتجون 11 مليار، يعني هو حصيلتهم تقريبا 9 مليار دولار او ضيق حتى لو اقل 29 مليار دولار، هذا بس رايح الى كردستان. طيب احنا عندنا المحافظات، عندنا المحرره، عندنا اعاده الاعمار، هذا كله وقصتهم هي غير واضحه، وبالتالي هنا وصفت هي الأسوأ. يعني لم يكن هنالك موازنة أو توازن في هذه الموازنة. هذا جعل أنها تعطي انطباع أنها موازنة كارثية، وبالتالي أنها موازنة جاءت لصالح الأخوة الكرد، أو خلينا نقول لحكومة كردستان تحديدا، وبالتالي إلى حساب العراق. يعني أننا هنا احنا في نتيجة التوافق السياسي الذي بدأنا به بعد الانتخابات وبعد مجيء السيد عادل عبد المهدي، هذا هو نتيجته، هذا هو، يعني دائما الجزء وهو الرابح والجزء هو المصدر عن الكرد، والعراق يكون فيما بعد له ألف حل والله معه، وبالتالي لا توجد أي حلول في هذه المستجدة الأخيرة عن المستجدات التي سبقتها في بس فقط بعض المواد الجديدة التي تم مناقلة بعض الأموال. وهنا أقول أن أكثر هذه المواد كانت قانونية، وبالتالي أيضا يوجد هنالك مادة هي أنه سحب مبلغ قدره 51 مليون دولار تحويلة إلى كركوك بعد أن كان في التي عملت على سحبه
المركزي بعد ان كان في مصارف كردستان، يعني فقط هذه المواد. طيب دكتوره اذا تسمحي لي، بقاء اعتماد العراق على النفط كمصدر للدخل وكمصدر للدعم العراق اقتصاديا، كيف سينعكس على مستقبل العراق كدولة، وما الذي يمنع من دعم القطاع الزراعي والصناعي العراقي؟ نعم ايضا هذه هي مشكلة، ايضا دعم القطاع الزراعي والصناعي، وايضا لم يعني تكن هناك ارقام صحيحة وواضحة في هذين القطاعين المهمين، وبالتالي هم يعملون يجب ان يعني يعملون على اعاده نهضه هذين القطاعين، كي يعني ينهض العراق اقتصاديا عن طريق هذين القطاعين وليس الاعتماد فقط على النفط. نعم نحن دوله ريعيه، ولكن حان الاوان مثل ما جاء الاستاذ سيد عادل عبد المهدي اللي لما قال انا ما اصل الدوله ريعيه، اذا نحن بها الان، فانا الاكبر به ان يركز على القطاعات، وعندما جرت التصريحات يتم التركيز على القطاع الزراعي والصناعي، وليس اعطاهما نسبه فقط 0.5% او 1% او اقل حتى من هذا. نعم. هذا كلها الامور في مجملها تشكل ان هذه الموازنه كانت موازنه متضخمه، وصل الرقم الى 112 مليار دولار، وبالمقابل الى عجز كبير كما تقدموه في تقريركم 23 مليار دولار. نحن في خضم كل هذه الارقام يعني ستجعلنا الى انه يعني لو قارن هذه الموازنه مع موازنات الدول الاخرى، ما حصل، ارجع واقول ما حصل عليه كردستان وليكن في علمي هم هذا، انه حصلوا على رقم حتى موازنه سوريا اللي هي عدد سكانها 19 مليون بالمقابل 6 ملايين نسمه كردستان، يعني هم 9 مليار. دكتوره يعني مع كامل الاحترام راكي تضغطين قليلا على كردستان، الموازنة مقررة بشكل خاطئ وموزعة على المحافظات أيضا بطريقة خاطئة، يعني لو نظرنا إلى المحافظات المدمرة لوجدنا أنها حصلت على نسبة ضئيلة جدا مقارنة بمحافظات لم تجد التدمير العسكري الذي وقع عليها كما وقع على نينوى على سبيل المثال، وحظيت بميزانية عشرات الأضعاف مما حصلت عليه محافظات أخرى. الموضوع ليس فقط على كردستان، الموضوع أن من يقر هذه الموازنة ألا يعلم بمخاطر أن تقر نسبة برميل النفط بسعر منخفض، ما يجعلنا في يدخلنا في أزمة اقتصادية ويدخلنا في عجز مالي، والآن سنذهب ربما إلى صندوق النقد أو دول أخرى من أجل الاقتراض. نعم أكيد، يعني مشكلة العراق الآن في أنه يجب يعني نقطة مهمة أن لا يقترض، يعني هذه نقطة جدا مهمة، لأنه الدين الخارجي اصبح لدينا كبير جدا، وبالتالي التصنيف الائتماني للعراق سوف ينخفض، ولن يسمح له بتقديم اموال يعني يقرض من جديد. هذا جانب. جانب اخر، جميع هذه المحافظات التي اشرت اليها حضرتك، نعم صحيح نسبها جدا قليله ولم تاخذ بنظر الاعتبار، وهذا ايضا يعود الى واضعي السياسه، وبالتالي يجب الرجوع في هذا المجال الى وزاره الماليه ووزاره التخطيط والذين شرعوا هذه الموازنه في كيفيه وضع البشر، وبالتالي ايضا الرجوع الى البرلمان لانهم اقروا هذه الموازنه. الدكتوره هداب فالح الكبيسي الاكاديميه والباحثه في العلاقات الاقتصاديه الدوليه، شكرا جزيلا لك.